السلام عليكم. الإيرانيون يرفعون العلم الأحمر إيدانا بطلب الثأر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار. طلبا لواجب الرد والانتقام رفع السبت بعاصمة إيران الدينية قم العلم الأحمر، وهو تقليد إيراني موروث يحاكي الرغبة الجماعية بضرورة الانتقام لمقتل قيادي بارز في لافتة وإشارة لمقتل سليماني، ويرفع العلم بمراسم دينية فوق مقام ما يعرف بالإمام المهدي بمدينة قم طلبا للثأر، حيث يبقى العلم مرفوعا حتى تحقق الثأر لاغتيال سليماني. وتعتبر مدينة قم من أبرز المدن الإيرانية ومركز الحوز الديني الشيعي ومعقل علمائها في البلاد، ويسموها الإيرانيون قم المقدسة. في الأخير، إذا أعجبك الخبر لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس.